باش تدخل في النظام الاستثماري. الباقات فكرة سهلة، باقة كتسمى حصة، كتشري كاينة باقة حاليا ديال 10 دولار، كتشري شحال ما بغيتي من الحصة، ممكن تشري من حصة واحدة إلى 1000 حصة، وممكن تشري من إعادة الشراء داخل الموقع حتى 2500 حصة. المهم كمال إسبيس أنك تخلص في الأول الشراك ما غاديش تتعدى 10,000 دولار، يعني 1000 حصة بحكم 10 دولار الحصة. يعني ممكن تشري دابا 100، تشري 200، تشري 500، تشري 1000، تشري هذا، ولكن توصل ل 10,000 ما غاديش نقبلوا منك فوق 10,000 أنك تخلصها، نظرا لعدة ظروف، منها تبييض الأموال، منها بزاف ديال المشاكل فإحنا في غنى عنها. لذلك حدنا في 10,000 دولار أقصى حد للاشتراك بالمال. لكن داخل الموقع من أرباحكم ممكن تعيدوا الاستثمار وتوصلوا حتى 2500 حصة. هذا هو الهدف اللي خصو يكون عند الناس كاملة اللي دخلت تخدم في هذه الباقة هذه. أن 2500 حصة غادا توفر لك تقريبا حوالي 3000 دولار كشهرية، غادا تكون كشهرية تقدر توفرها. لأن لاحظوا أن هنا ملي كنوصلوا ل 2000، هذا الملف إكسل غادي يكون مرفق في الفيسبوك، غنشوف الاتفاق إن شاء الله حتى في اليوتيوب. هذا الحسبة ديال 10 دولار ديال رأس مال 50 دولار، رأس مال 100 دولار، 500، 1000 دولار، 5000، 10000. مثلا الحصة ديال 500 دولار مثلا، الى حسبنا شحال غادا من الوقت، هنا عندنا النومبر دو باك، هنا ديلي بروفيت، هنا لي داي، نحسبوا النومبر دو باك شحال غادي يوصل لنا باش يوصل ل 2500 باك. يعني تقريبا سنه ونصف. يعني 2500 باك كتولي تعطيك يوميا، كتنزل ربح تقريبا 500 دولار. هذه هنا كنهضروا بالنسبه التقريبيه، علاش؟ لان ممكن دابا تنزل لك 490، ممكن 550، يعني ربح غير قار. عندك 2500، حنا قلنا ملي نشرحوا هذه وغادي نقول لك شحال. 2500 باك كتنزل 500 دولار في النهار مثلا، ملي توصل هنا غادي يكونوا الباقات اللي كملوا المده ديالهم، لان كل باقه عندها اقصى وقت 60 يوم. معناها ممكن تنتهي في 55، ممكن تنتهي في 57، هنا على حسب نظام الارباح. حنا كنعطيوكم واحد النسبه من الارباح ديالنا حنايا في الموقع او في المشاريع اللي كنستخدموها خارج الموقع، في الاستثمارات اللي كنخدموا بها. لذلك نعطيكم واحد النسبه، الا كانت الحمد لله الاستثمارات غدا مزيانه والارباح غدا مزيانه وهذا، راه غادي نقويوكم في الارباح على حسب ربح الموقع، لكن ما غاديش نتعداو على حسب الخطه ديالنا والنظام ديالنا الحسابي، ما غاديش نتعداو 60 يوم في الاداء ديال الحصه. يعني الحصه تاخذها ب 10 دولار كترجع لك ب 12 دولار في مده اقصاها 60 يوما. كل يوم كيطيح لك مقدار بسيط، يعني ممكن يطيح لك بعد جوج سوايع، يطيح لك واحد صفر مثلا فاصله 3 0.003 مثلا، بعد واحد ساعتين او ثلاثه او ساعه، على حسب. يعني كطيح الارباح متفرقه في اليوم حتى كتجمع 12 دولار كملتي المده ديالها. ملي كتكمل الباقه المده ديالها تنتهي. بحال دابا هنا مثلا كما قلنا ملي وصلنا 2500، هنا طاحت لك 500 دولار اللي طاحت في اكونت بالونس، غادا طيح مثلا 500 او 500 وشي او قل من شي، 500 دولار مثلا طاحت لك كونت بالونس. الحصص اللي انتهوا اللي سالوا المده ديالهم مثلا، هنا كاينه 35 حصه، اذا عدنا شراء الحصص اللي انتهوا هي 350 دولار. شحال بقاتنا؟ تبقالنا من 500، غادا تبقالنا 150 دولار. دونك 150 دولار هذه ممكن تسحبها. دونك الا سحبنا في اليوم، يوم تسحب فيه 150 دولار، يوم تسحب فيه 100، يوم تسحب فيه مثلا 80، يوم تسحب فيه، لان كملتي 2500 باقه ما عندك زعما ما تزيد تشري، لذلك غتولي تسحب صافي، غتسحب ديفيرونس. فالديفيرونس الا حسبناه في الشهر كامل غتجيك حوالي 3000 دولار او اكثر شويه، المهم على حسب الحسبه. المهم انا قلت لكم مقدار محدد، الملف ساعات نحسبوه ان شاء الله. ما هي كطيح تقريبا كتولي راتب شهري عندك. دونك لان دخلتي ب 500 دولار في عام ونص حققتي واحد النتيجه كبيره، لان بروجي بحال هكا راه ما غاديش تلقاه. وفي هذا الميدان الحمد لله ممكن ان الانسان يحقق نجاحه، ماشي كنقولوا غير مع ادستو ماركت او كنقولوا حنا الوحيدين اللي كاين، لا راه حنا ماشي الوحيدين، راه كاين اعمال اخرى، كاين شركات اخرى، كاين مواقع اخرى، ولكن حنا كنتمناو وكنخدموا وكنجتهدوا على اننا نكونوا الافضل. هذا هو هدفنا، ماشي الوحيدين ولكن ان شاء الله سنكون الافضل.
الباقة عندها بعشرة دولار كما قلنا كتعطيك 12 دولار في مدة أقصاها 60 يوم. دونك هنا دخلنا ب 500 دولار وعندنا 50 دولار كطيح لك تقريبا في اليوم 10 دولار كما قلنا 10 دولار أو 11 دولار أو 9 فاصلة أو 10 فاصلة على حسب العدد. المهم عندما تكتمل ال 10 دولار كتشري حصة أخرى أو تسحبها عادي على حسب، احنا ما فرضينش إعادة الاستثمار، لكن نصيحة لأن بدون إعادة الاستثمار الإنسان ما غاديش يحقق شي حاجة، ما يحققش شي نتيجة، يقدر تدخل تاب مليون راس المال وما غاديش يحقق نتيجة. ما ضروري أنك تخلي شوية لو طون باش تستثمر، أي بروجي خصو يستثمر. احنا ما عندناش مشكل، احنا راه تحطوا الفلوس اليوم طاحت لك في المان بالونس شريتي بها لي باك، طاح لك في المان بالونس 10 دولار بغيتي تيريها غادي نتيريوها لك، طاحت 100 دولار غادي نتيريوها لك، راه ما كاينش مشكل في التراج وغادي تجربوا بيداكم ان شاء الله. المساله ديالكم باش كنصحوكم ان اعاده الاستثمار غادي تطول الخدمه، غادي تعطيك ارباح اخرى، يعني دخلتي ب 50 باك النهار الثاني ولات عندك 51 باك، اذا غادي تنزل لك 10.20 او على حسب. احنا درنا هنا الحسبه على حسب 0.20 على حسب مده 60 يوم كامله، لكن احنا ما غاديش تكون 60 يوم كامله ان شاء الله، في حاله تقدر توصل 60 يوم، المهم انها لا تتعدى 60 يوم. بهذه الطريقه هذه ممكن انكم تحققوا نتيجه كبيره، توصلون الهدف الرئيسي في الباقه هذه هو 2500 باقه. كنظن هذه مفهومه، واي شيء غير مفهوم كنتمنى الاتصال بالسيبور، حاطين سيبور عرب سيبور انجليش، الناس الاجانب اللي عنده مشكل في لا تكنيك الموقع فيه شي حاجه يتصل سيبور تكنيك، بالنسبه للاستخلاصات الناس او شي حاجه في المشاكل الماليه اتصال بالفينانس، الناس باغا دير بيبليسيتي او شي اتفاقيه ديال بيبليسيتي ولا هذا اتصل بالقسم بيبليسيتي. حنا قسمنا اقسام باش نكونوا في الخدمه ديالكم باش كل واحد يهتم بالعمل ديالو. هذا بالنسبه للملف اكسل، كنظن طريقه ربح مشروحه. كاين ناس، هذا الانسان اللي بغى يخدم بوحدو الطريقه الاستثماريه كما هضرنا، كاين طريقه الناس اللي بغاو يخدموا مع الشركه يديروا لها الدعايه. تما جيتي تسجلتي اليوم محمد استثمرتي 100 دولار، دونك راك خدمتي على 20% زائده ديال الربح، اذا استرداد ب 120% كترجع لك 120 دولار في 60 يوم ماكسيموم، معناها في مده اقصاها 60 يوم. درتي بيبليسيتي خدمتي مع الشركه، انك دير بيبليسيتي هذا عمل حر، انك ممكن تخدم مع الشركه ولكن انت في المنزل ديالك او في العمل ديالك مع تكون اي بغض النظر عن العمل ديالك او الخبرات ديالك، دير انونس مثلا في الفيسبوك، دير انونس تويتر، دير انونس في اليوتيوب، دير لي زانونس للشركه باللي بانر اللي موجودين في الموقع، او تكتب مقاله وتنشرها على حسب الاجتهاد ديال الشخص. هنا ممكن تسجل ناس معك بدون حدود، ما كاينش حد سقف الناس اللي تسجلوا معك، ممكن تسجل 1000 2000 10000 ما كاينش سقف. هنا اللي سجلنا درنا هذا المثال، هذا سجلنا خمسه ديال الناس، كاين علي وفاطمه وليلى ويوسف وسعاد، هاد الناس هادو سجلوا حتى هما شاركوا في حالك، داروا حتى هما 100 دولار مثلا، اذا انت غادي تاخذ على علي 12 دولار وعلى فاطمه 12 دولار وعلى ليلى 12 دولار وعلى يوسف 12 دولار وعلى سعاد 12 دولار اللي هي 12%، كتاخذ 12% من مقدار الاستثمار، يعني الا استثمر 1000 دولار غادي تاخذ 120 دولار، استثمر 50 دولار غتاخذ 6 دولار، استثمر 500 دولار 60 دولار، يعني 12% عن كل شخص. هدف الاستثمار الاول هنا شارك 100 دولار نزلت لك 12 دولار، دونك هاد المجموعة ديال خمسة الناس ربحتي 60 دولار. ممكن محمد باش يقوي الاستثمار ديالو باش يوصل ل 2500 باقة بسرعة، يعاود يشري هاد 60 دولار يشري بها ستة باقات. غادي تولي 60 دولار، غادي ترجع له ب 20%، يعني 60 دولار 60 دولار زائد 20% غادي تزاد على 120 دولار. هنا غادي علي شرا ب 100 دولار، 100 دولار غادي تعطيه في اليوم تقريبا 2 دولار 2 دولار ونص 2 دولار فاصلة 3 على حسب بحالك فهاد المونطون هذا. دونك بعد 5 ايام علي غتكون عنده 10 دولار في اكونت بالانس. علي باش يعيد الاستثمار ديالو غادي يشري ال 10 دولار باش يزيد يولي عنده 11 باقة. مين غادي يشري علي 10 دولار غادي تنزل لمحمد
12%، اذا 1.2 دولار. اذا هنا بغيت نوصل لكم على ان الاستثمار دائما فوق اي وقت شرى علي او فاطمه او ليلى او يوسف او سعاد او اي شخص مسجل تحتك شراء باقة او اثنين سواء من ماله الخاص او من اعادة الاستثمار كياخذ محمد اليوم 12%. اذا هنا كيتماري ربح استثماري زائد. اذا الشخص اللي انت ملي كدير الدعاية وكتسجل معك اي شخص عميل جديد معك في الشركة الشركة كتعطيك دائما 12% عن اي استثمار قام به. يعني ممكن علي يدخل ب $100 ويولي كيستثمر ب $500 و $300 و $400 من مال الشركه، وانت كتاخذ عليه الباريناج ديالك هنا باش كيولي الكليان اللي سجلتيه راك دائما كتربح معاه الربح ديالك. هذا النظام الافيديت فقط، هذا النظام المعمول حاليا، فكره بسيطه ومربحه. من بعد ان شاء الله غادي يكون افكار اخرى، كاين اقسام متعدده، غادي تكون انواع ديال الربح، يكون ما غاديش نعلن عليها حاليا باش نخليو الموقع ان شاء الله يبقى في القيمه ديالو، ومن بعد غادي يكون غتكون انظمه اخرى. اما الان نظام سهل للغايه، يعني اي استثمار استثمره العميل كياخذ فيه 20% صافي ربح، يعني استرداد ديال 120%. هذا شخص منفرد عمل دعايه بغى يعمل مع الشركه ويدير الدعايه ديالو للشركه، الموقعنا حاليا في اتسو ماركت، غادي ياخذ في 12% في اي استثمار للشخص اللي جلو. والضغط على الاعلانات